متابعي قناة شاهد فيديو الشيخ مبروك عطية يرد على كل من انتقده أو تلفظ بألفاظ غير عادية أو غير لائقة في حق الشيخ محمد متولي الشعراوي. تابعونا في الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث بدأت الأزمة حينما قامت أسماء شريف منير بوضع منشورة عبر حسابها الشخصي وقالت صباح الخير، عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير ما عنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين يا إما متشددين قوي يا إما خالطين إيدين بالسياسة. نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة. هو لسه في حد كده؟ أما أحدهم برد عليها ونصحها بمشاهدة فيديوهات ودروس الشيخ الشعراوي للاستفادة منه، لكن هي ردت عليه وقالت طول عمري كنت بسمع زمان من جدي الله يرحمه، ما كنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو ما صدقتش نفسي من كتر تطرف كلام، فعلا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه. ومن ساعتها قامت الدنيا وما قعدتش تاني. ازاي يا اسماء شريف منير قالت على الشيخ الشعراوي انه متطرف؟ والد الفنانة أسماء شريفة منير وجه كلامه للناس اللي انتقدت بنته وقال تفتكروا لو الشيخ محمد الشعراوي لسه موجود على قيد الحياة وأراء دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي كان هيبقى رأيه إيه؟ وقال أنا آسف على الألفاظ النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وبيتهيألي مش محتاج أعمل محضر في مباحث الإنترنت عن الأشخاص المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم. ونشر قد ايه الناس شتمته وشتمت مراته وشتمت عيلته وبهدلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي علشان اسماء قالت على الشيخ الشعراوي ان هو متطرف. وقال كمان ان ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذيه ليا ولبنتي ولكل عيلتي، يا ريت كل اب وكل بنت يحطوا نفسهم مكاني. اما محمد ناصر اللي طلع في قناه مكملين وقال اني ما كنتش معترف ان اسماء بنتي ولسه معترف بيها قريب بعد مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها، انتوا متخيلين الافتراء والخوض في الاعراض وصل لحد فين؟ وما بين مؤيد ومعارض وما بين من يرد ويعلق بأدب وباحترام ومنه من يتلفظ ويقول ألفاظ نابية وغير آدمية. إليكم الفنان خالد أبو النجا الذي دخل على هذا الخط والمنوال. كان خالد أبو النجا قد كتب على حسابه تويتر الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن الوهابية في أبشع تجلياتها. ومن هنا صار الكثير على خالد أبو النجا ومنه من اتهمه بأبشع التهم ومنهم من علق بأسلوب راقي وكتب عندما سكت أهل الحق على الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق. والان فقد غاب عنا بجسده وروحه ولكن بقي اثر ما قدمه للامه الاسلاميه الى ان يشاء الله. فلا تلتفتوا الى الحمقاء السذج المنافقون الفسقاء، فهم دايما ما يكرهون ما يبين لهم انهم في ضلاله. أما بالنسبة لأسماء شريف منير فقد قامت بالاعتذار عقب انتقاد واسع وجه لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الباقي فهم ما زالون مصرون على رأيهم. فالآن الجميع يصمت ويتكلم الشيخ مبروك عطية أستاذ بجامعة الأزهر الشريف وقال إن من يجادلون حول آراء الشيخ الشعراوي فإن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه، وكان يكفي الرد عليهم بأنه ليس متطرفا. حيث دافع الدكتور مبروك عطية عن المذيعة أسماء شريف منير وقال لم تكن تستحق كل هذه العقوبة والهجوم الذي تعرضت عليه خلال الفترة الماضية نتيجة انتقادها للشيخ الشعراوي، وأكد وقال إنه كان يكفي الرد على أسماء شريف منير بالقول إن الشعراوي لم يكن متطرفا وينتهي الموضوع بذلك.
فالدكتور مبروك عطية قال ممكن يكون للشيخ الشعراوي كرامات، لأن الناس من زمان ممكن تكون نسيته وكتير منا ما بقاش يدعيله أو حتى يفتكره، لكن الموضوع ده لما حصل الملايين دعوا للشيخ الشعراوي ودعوا له بالمغفرة والرحمة. وقال كمان إن أسماء شريف منير لم تكن تستحق ما تعرضت له من هجوم، لافتا إنه قد يكون خانها التعبير بانتقادها الموجه للشيخ محمد متولي الشعراوي. فبحديث أسماء شريف منير فتحت الباب والجدل وفتحت أفواه وألسنة الذين لم يكن لهم كلمة، أمثال خالد أبو النجا وبعض الإعلاميات الذين قاموا بالانتقاد أيضا الشيخ الشعراوي بمجموعة من الجمل الحادة الحادة والغريبة والغير متوقعة من مصريين عاشوا زي ما احنا عشنا وشافوا الشيخ الشعراوي وتربوا على ايده. ففي ظل وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد من حقه ان هو يعبر زي ما هو عايز، سواء بكلمة حسنة او بسيئة، لكن الله موجود، وفي النهاية فكل لنا ما له وما عليه. فأسماء شريف منير اعتذرت عما بدر منها، أما باقي الإعلاميين والفنانين لم يعتذروا.